ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، ورمضان كريم عليكم وعلينا يا رب جميعا. خلاص رمضان على الابواب اهو داخل علينا، فحبيت ان انا ابدا بقى معاكم الحاجات الجميله بتاعت رمضان والحلويات بقى بتاعت رمضان. هنبدا نعمل مع بعض النهارده بسبوسه تركيه او كرات السميد التركيه، نوع من انواع البسبوسه كده رهيب بجد، تحفه، هيعجبكم جدا. مكوناته بسيطه وسهله وبجد بتطلع مظبوطه، يعني طعمها بجد خطير، احلى كمان من البسبوسه كده العاديه اللي احنا متعودين عليها. ومفيش حد طبعا ما بيحبش البسبوسه، يعني دايما بتبقى موجوده كده بعد السفرة بقى في رمضان، نحلي بيها بعد الفطار. فيلا بينا نشوف هنعمل البسبوسة الحلوة دي ازاي. بس قبل ما نبدأ، لو مش مشتركين انزلوا دلوقتي حالا اشتركوا في القناة عشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديدة، واعملوا لايك للفيديو ده، ويلا بينا نشوف البسبوسة دي هنعملها ازاي. دي كل المكونات اللي احنا هنحتاجها عشان نعمل البسبوسة. معايا كوباية من دقيق، هو السميد دقيق البسبوسة يكون ناعم مش خشن، ومعايا كوباية من الدقيق العادي اللي هو متعدد الاستخدامات، وعليه 2 معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعايا نص كوباية من الزبادي، ونص كوباية من الزيت اي زيت نباتي، ومعايا بيضة، ومعاها كيس فانيليا. بس كده دي كل المكونات اللي احنا محتاجينها، مكونات بسيطة جدا مش محتاجين اي حاجة تاني. هاخد بقى كده في بولة، الأول هحط فيها البيضة، وهنزل عليها بقى بالفانيليا، ممكن تكون فانيليا باودر أو اللي هي السائلة مفيش مشكلة. وهبدأ ان انا بالمضرب كده اليدوي اضرب بقى البيضة لحد ما تكون مخفوقة كده كويس وقوامها سائل كده شوية ولونها يعني يبقى فاتح، يعني دقيقة كده تقعدوا تضربوا بيها بقى بالمضرب لحد ما لونها يفتح كده بالشكل ده. بعد كده هضيف عليها نص كوباية الزيت وهقلب برضو كويس. احنا كل ما هنضيف مكون هنقلب لحد بقى ما ندوبهم مع المكون اللي كان قبليه، نخلط بقى المكونات كده كلها مع بعض كويس قوي بالمضرب. احنا مش محتاجين مضرب كهربائي او حاجة، هي بالمضرب اليدوي وهي هتتعمل معاكوا على طول. هضيف بعد كده نص كوباية الزبادي، انا مستخدمة نص كوباية معيارية مش نص كوباية اللي هي الكوب بتاع الزبادي نفسه، لا مستخدمة نص كوباية معيارية. وهقلبه برضو كويس قوي كده مع الزيت والبيض. بعد كده هنزل عليهم بالدقيق العادي والبيكنج باودر، وهتبدا بقى تحسوا ان العجينه بقى معاكم بدات تكتل كده شويه او يعني تكون جامده بقى شويه. بعد كده اخر حاجه هضيف بقى دقيق السميد بتاع اللي هو البسبوسه. بعد كده المضرب هيكون يعني صعب ان احنا نقلب بيه شويه، فهاخد بقى اي معلقه او سباتيلا او حتى معلقه خشب ابدا ان انا اقلبهم مع بعض كويس قوي. بس بمجرد ما هنحط الدقيق بتاع البسبوسه والدقيق العادي ما نحاولش بقى ان احنا نقلب فيها كتير، يعني بمجرد ان نحس ان الدقيق ودقيق البسبوسه اختفى واتشرب بقى كل المكونات السائله اللي احنا حاطينها، خلاص بقى نوقف تقليب عشان ما تبقاش ناشفه قوي معانا. هكون بقى مجهزه عندي هنا صينيه دهناها زبده، اي صينيه عندكم، ومعايا كمان ربع كوبايه من دقيق السميد حطاه كده في طبق على جنب. وهبدا ان انا اخد كوره كده من العجينه واكورها ما بين ايدي، كوره كده صغيره بالحجم ده كده، وبعد كده هنزلها بقى في الطبق اللي فيه الدقيق بتاع البسبوسه ده او السميد، ويعني اقلبها كده فيه عشان يعمل لها زي طبقه مقرمشه كده من بره. الحركة دي بتخلي البسبوسة كده من بره مقرمشة قوي وطعمها حلو جدا. هخلص بقى كل الكمية بالشكل ده كده وارصهم بعيد عن بعض في الصينية عشان هما لسه حجمهم هيزيد، فما تبقوش لازقينهم جنب بعض قوي عشان شكلهم ما يبصوا، يبقى سهل علينا بعد كده ان احنا بقى نطلعهم. هخلص بقى كل الكمية بالشكل ده كده، شايفين شكلها حلو قوي وكيوت كده صغيرة. هكون بقى مسخنة الفرن على درجة حرارة 180، هياخدوا تقريبا 25 دقيقة. طلعتهم بقى من الفرن بعد تقريبا 25 دقيقة، مش محتاجين شوية ولا حاجة، انتوا هتلاقوا لونهم بقى ذهبي كده جميل حلو قوي، ذهبي خفيف، حاولوا ما تغمقوهاش قوي عشان ما تمررش. هكون بقى محضرة عندي هنا الشيرة او اللي هو الشربات، هكتب لكم المكونات بتاعته تحت في الفيديو، تحت الفيديو على طول. هو مكوناته سهلة جدا،
وهبدأ ان انا اصب بقى الشربات ده على البسبوسة. هو الشربات بارد بدرجة حرارة المطبخ عادي، والبسبوسة بقى هي اللي سخنة، يعني ما تحطوش الشربات عليه وهو سخن. وهبدأ ان انا بقى بالمعلقة كده اصب على كل الكرات بتاعة البسبوسة دي الشربات لحد بقى ما تتشرب كلها. انا بصراحة مش بحب ازوده قوي، يعني تبقى البسبوسة شاربة كده شربات كتير، لا انا بحب ان هي تبقى خفيفة كده وسكرها مظبوط. فطبعا على حسب، يعني انتوا بتحبوها مسكرة قوي فغرقوها شربات، لو بتحبوها سكرها خفيف ادلقوا كده بالراحة على كل بقى كرة لوحدها. خلصت بقى كده كل الكمية وهي اتشربت الشيرة دي على طول. عندي بقى هنا شوية فستق انا طحناه صغير، ممكن تستخدموا اي نوع مكسرات عندكم، سوداني او لوز أو اي نوع مكسرات عندكم. وبرضو بحط حبة صغيرين كده على البسبوسة كده من فوق بالشكل ده كده. وطبعا الفستق من الحاجات اللي بتدي للبسبوسة شكل وبيكون كمان طعمه حلو جدا. اخر حاجه بقى للتزيين، انا عندي الورد الصغير اللي هو اسمه ورد محمدي، ده ورد يعني للاكل عادي ما تستغربوش. دايما التركيين او الحلويات الشرقيه بيستخدموه، بيبقى طعمه حلو جدا وكمان بيدي شكل حلو قوي. هحط بقى لكل بسبوسه كده صغيره ورده صغيره كده فوقيها فوق الفستق، بتدي يا جماعه شكل يعني تحفه. لو بتقدميه كده لحد هيبقى منبهر بقى قوي كانه فعلا في تركيا او جايبه كده من مطعم بقى مشهور، مش حاجه معموله في البيت. وبس كده، دي كده كانت البسبوسه بتاعتنا، شايفين شكلها عامل ازاي. حطيت طبق كده في طبق التقديم ومعاها بقى فنجان قهوه كده بعد الفطار، يعني يا جماعه بس كده شكرا. احنا كده هنبدا رمضان ويعني كل حاجه متظبطه بجد. طعمها كان خطير، طعمها كان حلو قوي وسكرها مظبوط. هكتب لكم المقادير بتاعه السكر المظبوط عشان ما تطلعش معاكم مسكره قوي. بجد طعمها كان خطير، البسبوسه هشه كده وخفيفه من جوه، والمكسرات بقى والفستق مديها طعم كده حلو. بجد من احلى يعني الانواع او الطريقه اللي انا بعمل بيها البسبوسه في البيت، وبتبقى طعمها حلو جدا. متاكده ان هي هتعجبكم، جربوا الطريقه دي بالذات بقى في اول يوم كده في رمضان، وبهروا بيها بقى المعزومين عندكم. وهيحبوها جدا. يا رب يكون الوصفه دي عجبتكم والفيديو ده عجبكم، واتمنى ان انتم تجربوها وتقولوا لي رايكم. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب. استنوني في فيديوهات تاني قريب ان شاء الله، وفيديوهات بقى كتير عن حاجات رمضان اللي احنا هنعملها مع بعض. وبس كده، لو مش مشتركين انزلوا دلوقتي اشتركوا واعملوا لايك للفيديو ده. اشوفكم تاني على خير قريب، وباي باي.